طيب خلينا نروح لمعالي المستشار هاني العدلي رئيس احدى لجان بسوهاج. تحياتي لحضرتك معالي المستشار. اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا حضرتك. اهلا بحضرتك. يعني ضعنا في الصوره معالي المستشار، النهارده اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستوريه، نسبه المشاركه حتى هذه اللحظه قد ايه يا فندم؟ والله هو يعني نسبه المشاركه لحد دلوقتي يعني بتتزايد مع صباح اليوم الثالث طبعا، يعني بنتمنى على اخر النهارده توصل 50% او كده ان شاء الله. ان شاء الله. طيب برضو يعني بشكل عام يا فندم، خصوصا احنا بنتكلم عن الصعيد، الفئات العمريه اللي يعني مشاركه بشكل اكبر في الاستحقاق ده، من الشباب، المراه، الرجال، من خلال متابعه وملاحظه حضرتك. والله من خلال المتابعه والملاحظه ان مشاركه المراه طبعا اكثر الفئات المشاركه في العمليه الانتخابيه. الفئات العمريه برضو بنلاحظ ان طبعا الصغار والكبار، بس الاغلبيه او العام الفئه الاكبر سنا يعني. طيب حضرتك المشاركه الشبابيه يعني ضعيفه شويه، بس يعني على فترات. طيب يعني لجنة حضرتك احنا عرفنا انها في مركز طهطة، وهو مركز طهطة من المراكز اللي فيها يعني نسبة اقبال كثيف، ايه كمان من المراكز المهمة في سوهاج اللي فيها نسبة اقبال عالية يا فندم؟ والله ما تابعتش مع المراكز التانية، بس هو يعني طهطة بصفتها مركز تجاري، وانا موجود في احدى اللجان بقرى طهطة، مدرسة عقبة بن نافع بقرية الحلبية. طبعا حضرتك عارفة القرى يعني بتبقى المشاركة اقل من المدينة نفسها، لكن طهطة مركز كبير، يعني ممكن نقول ان مركز جرجا، مركز المنشاه، المحافظه نفسها محافظه سوهاج هتكون برضو المشاركه فيها اكبر من المراكز الثانيه. لكن عامه يعني النسبه هنا عندي في اللجنه بتاعتي واصله يعني على اخر النهار توصل 50% ان شاء الله او يزيد شويه باذن الله. ان شاء الله. فيما يخص يعني استقبال اي شكاوى او استفسارات، ابرز تلقيتموه ايه في هذا الصدد يعني؟ لا الحمد لله الامور ماشيه بشكل طبيعي وما فيش اي مشكله عندنا هنا في اللجنه، والامور ماشيه بصوره طيبه يعني. بشكرك شكرا جزيلا معالي المستشار هاني العدلي، مستشار احدى اللجان في محافظة سوهاج.